خلوا اندر سجو نکالنا ہے وہ رسی الفشار الفشار السخن ايه احكي لي بقى ايه اللي حصل استنى بس من الحته دي تعدي بس مش كله شفت مش قلت لك هيسيبها اشرب قوم افتح الباب مش بقول لك رومانسيه قوي انا اصلا بقى مش هينفع اقوم بس على رجلي هي جت على فتح الباب طلع ايه اقوم افتح الباب اقفل الباب اعمل ايه مساء الخير يا مستر اشرف انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انا قلت لك انا اللي قلت لك ممنوش في ايه ده اللي بتعمليه ده؟ مين دي يا اشرف؟ دي مين؟ في الحاره طحنوها البت ما بقتش تنفع تاني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ليه كده بس؟ ليه؟ ومستر اشرف ماله مال حاجه زي كده؟ يخصه في ايه يعني؟ ما هي ليلى مرميه في البيت مش قادره تروح الشغل وايه اللي دخل المشاكل الشخصيه في الشغل؟ لا ما هي من حقها اجازه مرضيه كمواطنه عاديه طبعا يعني انا قلت ان قلبك طيب ومش هيرضيك ابدا الايام دي تتخصم لها بس انا شايفه ان البيت دي مشاكلها كتير مش هتقدر تكمل في الشغل مره تضرب حد مره حد يضربها فلا لا ولا فالي ليه كده بس يا ست؟ انا شايفه انك ترفدها خصوصا ان امها عرفت طريق بيتك لا ده انت من هنا فل قوي اشرف رايح فين حرمي كيس الزباله اصل ريحه السمك وحشه قوي ولازم ترمي الزباله وانت لابس رسمي كده فرضا حد من الجيران قابلني عامله بالبيجامه ماشي ما تنساش تاخد الكيس الصغير اللي تحت الحوض وخد المفتاح بتاعي عشان ما تصحينيش لما تركب ماشي نام يا حبيبتي نام كنت مستنياك وعارفه انك جاي تعال ادخل هتستفيدي ايه بس لما تخربي بيتي يا مدام كاميليا يا راجل هو ده بيت ده سجن اعوذ بالله من دي سجن انا مش عارفه انت ازاي طايق تعيش معاه نصيبي وراضي بيه ده مش رضا ده خيابه وقله حيله يا ستي وانت مالك عجباني دي لو عرفت ان انت اتجوزت عليها هتسود عيشتك انا ما اتجوزتش عليها مستر اشرف ما تجيلي في السلك وترسيني على الدور ايه الحكاية؟ لا حكاية ولا رواية خليكي في حالي وهو لما المستر أشرف يجي لحد هنا ويبقى الود بينكم موصول يبقى ده حالي ياما لما الحكايه تستوي هبقول يا ليلى سودة هي لسه فيها سوى اما مستر اشرف ده حد غلبان مش حمل العيبك دي بقول لك ايه لو مش عاجبك الباب يفوت جامد انا مش ناقصه عرشه مخ طب ما تحكي لي انت بدل ما اروح له يحكي لي هو هتجوزه ارتحتي يا نهار اسود نهار اسود على دماغي خلاص نازلة الشغل انا بقالي 15 يوم في البيت اكتر من كده بقى يبقى قلة ادب ادعي لامك لولايا ما كانوا سابوكي ده كله يا بخت اللي النقيب كزوم الا يعني مستر اشرف يعني ما حدش بيشوفه بقاله كام يوم ايه بيتقل والمثل بيقول سيب حبيبك على هواه لما ديله يجي على قفاه ما تجيبنا معاك وانت راجعه نص كيلو لحم وماله يا حبيبتي اديني ماني يا بنتي الكلب مش عايزه تطلعي قرش من جيبك؟ لو انت فاكراني هبله ولا ايه؟ ما انت واخده قد كده من مستر اشرف على حس دوايا وعلاج. طب يلا غوري في داهي، هعمل لكم بساره. ومال تعمل بساره.
ايه العفن بتاع البت دي؟ يا سلطان خلص يا سلطان. انت بطيخ ده ليه؟ مش فاضي، عندي محكمه يا عم. خلص بقى يا ده، انت بطيخ قوي. شكيت يا مات يس الاستاذ خيري. يا جلايل، ما كانش العشم يا ابو الخير. هو احنا مش كنا باللفلف سوا ولا ايه؟ ولسه هاللفلف قليل يا ليل. انا من مفتحي صرخت، انا كنت في الحمام، وعلى بال ما خرجت كان الموضوع كله انفض وخلص وراح لحاله. طب واليومين اللي بعديه؟ وال15 يوم اللي كنت راقده فيهم عند امي؟ ما انت عارفه جميل يا ليلى، لا بتقدر تشوف وشي لا في سما ولا في ارض. عايزه فلوس يا خيري. حاضر يا ليلى، اديني بس فرصه كده كام يوم، عندي مصلحه حلوه هقضيها واديكي فلوسك على داير مني. ولا ما تثبتنيش لحسن كل اللي جرالي اطلعه من حبابي عينيه. يا ليلى انا ما بثبتكيش، انا كان عشم يا ليلى على اول الشهر نكتب الكتاب ونعلي الجواب بقى. يا ليلى عمك عشم مات، لا كاتب كتاب ولا كراسه، هما يومين تجيب لي فلوسي والا هتزعل. جود باي. الله يرحمك يا عم عشم. يا ليلى انا مش هزعل يا ليلى، انت اللي هتزعلي. انا كبير اضرب شريطين وانساكي كلك على بعضك يا ليلى. انا وعبد الحميد ما نمناش طول الليل. طب عبد الحميد ما نمشي عشان كان مستني نتيجه التحقيق، انت ما نمتش ليه؟ الان اللي عايزه ربنا هيكون. تيجي نتفق اتفاق، انت صليت الفجر الاول ولا لا؟ الحمد لله، صلينا جماعه انا وعبد الحميد وسيد. بص عليكم، ما صحتونيش ليه؟ شكلك كان تعبان، سيد ما رضاش يصحيك. ذنب في لعيبتكم، خصوصا انت. ليه بقى؟ ولادك هم اللي ما رضوش يصحوك. ما عشان ولادي هيبقوا حنينين وخايفين عليا، لكن انت قلبك جامد. خلاص، النهارده انا هصحيك. طيب نرجع لاتفاقنا بقى. انا هدعي لك وانت تدعي لعبد الحميد. تفتكر ربنا هيقبل مني؟ يعني يا ليلى سيادتك مرفوضه من اسبوع، جيتي ليه؟ اللي جابني؟ ما امي قايله لك، مش قايله لك ان انا كنت عيانه؟ لو انتوا تتخانقوا مع بعض تطلعها على دماغي؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. وصلوها عند الخزنه تاخد بقيه حسابها وطلعوها على اول الشارع. يلا. شارع ايه؟ كمال يحيى اللي سلطتك؟ طب ودين النبي لو نفضحك؟ يا ناس! يا خال! الراجل ده ماشي مع امك. ايه ماشي مع امك دي؟ اوعى ايوه وانت فين عليا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. منك من ليه يا بعيد؟ ماشي مع امي، ماشي مع كمال.